السيد مجتبى صالح خونساري. هذا له قصة عجيبة غريبة حصلت له كرامة بعد شهادته. هذا الشهيد عنده بنت صغيرة. هذه البنت الصغيرة تدرس في المدرسة. فهو استشهد. عندما استشهد راحت بنت المدرسة. فطلبوا منهم أنه كل واحدة من البنات تأخذ شهادتها توديها إلى أبوها يوقع عليها على أساس أنه العائلة شافوا الشهادة. فهذه البنت رجعت البيت فأبوها ما موجود طبعا، أبوها استشهد. فبدأت تبكي طول الليل، كانت تبكي أنه كل البنات والأطفال أخذوا شهاداتهم وقد أمضاهم أبوهم وأخذهم إلى المدرسة، بس هي ما كان أحد يمضي لها الشهادة. فبدأت تبكي طول الليل، كانت تبكي ونامت. في الليل حلمت بأنه أبوها جاء وأخذ شهادتها ووقع عليها على الشهادة. قعدت الصبح، هذه الشهادة موجودة هنا، فهو وقع عليها باللون الأحمر. قعدت الصبح شافت أنه الشهادة في عليها توقيع أبوها باللون الأحمر، فتفاجأت. أخذوها ودوها إلى المدرسة. المدرسة تفاجأوا وقالوا كيف، من وقع عليها؟ فهي قالت أبوي وقع عليها. قالت شوف وقع عليها أبوش، أبوش مستشهد. فأخذوا هذه وسووا عليها فحوص ومختبرات وأخذوها للسيد القلبيقاني رضوان الله تعالى عليه. فالسيد القلبيقاني قال هذه أحد كرامات الشهيد، فأنه جاء في المنام إلى بنته وأمضى بنفس التوقيع، قارنوا هذا الإمضاء مال التوقيع ماله قبل شهادته وقارنوا الإمضاء الموجود، شافوا نفس الإمضاء ونفس التوقيع اللي عنده. فهم صوروا هذه الشهادة وضعوها موجودة الآن وياه في الصورة هنا، وحسبوها أنها جزء من آثار وكرامات الشهداء التي حصلت في الحرب المفروضة. رحم الله من قرأ لروحه الفاتحة.